منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مؤتمره الصحفي أكد عدم القدرة على الوصول لكل المحتاجين السوريين مطالبا بدعم المنظمة الأممية، فهل هو المطلوب هنا مساعدات أكبر أم ربما تنسيق أعلى للدخول إلى الجانب السوري لتقديم تلك المساعدات؟ سيدي شكرا لك. كما ذكر المنسق المقيم في مؤتمر هذا اليوم، فيما يتعلق بالنازحين الموجودين بالقرب من الحدود الأردنية السورية، فقد شهدت الأيام الأخيرة عودة كافة النازحين باستثناء 150 إلى 250 شخص ما زالوا على الحدود ومعظمهم من الرجال. هلأ المشكلة تكمن في الوصول إلى النازحين المنتشرين في المناطق الأخرى من الجنوب السوري، ونحن الآن على أهبة الاستعداد للدخول في أي لحظة يسمح فيها الوضع الأمني بذلك. هذا هو ما يعيقنا من الدخول إلى الداخل، لكن نحن كأمم متحدة وكمنظمات أمم متحدة على أهبة الاستعداد، وجميع المساعدات الإغاثية موجودة حاليا على الحدود الأردنية. ختام أنه تقدمتم بطلب للدخول إلى الداخل السوري وتم إجابتكم بأنه بعد استتباب الوضع الأمني ستدخلون إلى الجانب السوري؟ لم نتقدم إلى الآن بطلب للحصول على الموافقة، وإنما نحن نراقب الوضع حتى عندما تسمح الأمور لنتمكن من الدخول إلى الجانب الآخر من الحدود. طيب، ما هي الأوضاع للنازحين الذي تفضلتي حضرتك وقلتي أنهم موجودين الآن على الحدود ولم يدخلوا إلى الداخل السوري؟ ما هي الأسباب حتى لم يدخلوا إلى الجانب السوري، وحضرتك ذكرتي أنهم معظمهم من الرجال؟ نعم، الأسباب معظمهم بحاجة إلى أو جزء منهم بحاجة إلى رعاية طبية، فنحن نقدم هذه الرعاية الطبية لمن يحتاجونها عن طريق أو بالتعاون مع الحكومة الأردنية، حيث يوجد مستشفى ميداني هناك تشرف عليه الحكومة الأردنية، ونحن نقدم ما يحتاجوه من المساعدات. دورنا كأمم متحدة أن نقدم المساعدة سواء الإغاثية أو الطبية لهؤلاء النازحين طالما هم متواجدون على الحدود. طيب، ما هي الجهات اللي يفترض أن تقدم أو مسؤولة عن تقديم هذه المساعدات للأمم المتحدة أو للهيئات الإغاثية الآن في الداخل السوري؟ يعني ما هو مصير النازحين الذين دخلوا أو عادوا إلى مدن وقرى الجنوب السوري الآن؟ سيدتي، نحن نتحدث عن النازحين الذين ما زالوا موجودين وكنازحين. كما ذكرت، نحن كأمم متحدة ما يهمنا هو تقديم المواد الإغاثية والغذائية والمساعدات الطبية لهؤلاء النازحين، لأننا لا نريد أن كنا نذكر سابقا لا نريد أن تحدث أزمة هناك أو كارثة إنسانية، فما نريده الآن هو التعامل مع هذه الأزمة وإرسال المساعدات لهم حالما تسمح الظروف الأمنية بالداخل بذلك. شكرا جزيلا سيدة ختام ملكاوي، المتحدثة باسم المنظمات الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن، حدثتنا مباشرة من عمان.